ومشاهدينا مثل ما تعرفون الجينز هو رفيقنا الدائم في مختلف المواسم، وكل قطعة تقتنيها من هذه الخامة تمثل واحدة من أساسيات خزانتنا على مدار العام، وتأتي البناطيل والجواكت على أول القائمة. نعم يا جولزار، وطبعا اليوم كل وحدة من عندنا تمتلك بالكنتور مو أقل من 3 أو 4 قطع جينز، بينهم قمصان وبينهم جاكيتات وبينهم بناطيل. طبعا البنطلون الجينز مستحيل نقدر نستغني عنه، لكن من نجي نريد أنه نلبسه وننسقه ما راح نعرف شلون ننسقه أو نستفاد من عنده بعدة طرق أو بعدة مناسبات وبعدة، خلينا نقول واحد همين أقول زار واحد يريد مثلا هو نفس البنطلون عدد ستايلات همين يقدر يلبسه. أكيد. فاليوم يعني هذه الفقرة راح تكون كلش حلوة لكل البنات، لأنه تعرفين بما أنه إحنا اليوم صيف اليوم مشاركة ويا الفقرة، أنا اليوم لابسة جينز عن هذه الفقرة كلش حلو، يعني شوفي وجاي شلون نقول كاجوال رسمي هيجي بالضبط كلش حلو. وهذا لأنه يمكن إحنا دائما متعودين أنه الجينز لازم يكون بس كاجوال أو نلبس جينز لما نكون عندنا طلعات سريعة بالضبط. ولكن إحنا همين اليوم اكو هواية موديلات من الجينز نقدر نلبسها لكل خلينا نقول المناسبات، حتى للحفلات اليوم اكو جمسود يكون بالضبط. مثلا همينا مثلا بنطلون جينز او نلبس مثلا فد بلوز بي صوص او ستراس يطلع حلو للمناسبة بالضبط. يعني هسه صاروا الجنط والسليبرات والأحذية عفوا كلها صارت جينز، يعني تقدرين تنسقيه بصورة كلش حلوة. لازم كل بنت عندها جينز يعني بالخزانة مالتها، شا قميص ولا شاكيت ولا بنطلون ولا أي شيء، لأنه حرفيا القطعة الوحيدة اللي إحنا نقدر ننسقها ويا أكثر من ستايل. وتعرفين شنو همين أقول زار لكل البنات اللي يروحون يختارون جينز، اكو الجينز اللي يكون كلش مريح، يعني يكون ينطوي كلش مريح وهو بالقعده كلش مريح، الواحد حتى لما يلبسه يحب يلبسه اكثر من مره ويستغله كل يوم. اكيد. فهنا همنا انه لما نشتري الجينز نركز على هذه التفاصيل حتى نقدر نستفاد من القطعه اكثر. وطبعا مشاهدينا احنا ليش ننطي راينا ونحكي اكثر، اليوم احنا جبنا لكم المصممه المبدعه الستايلست مينا روز حتى هي تحكي لنا اكثر. أكيد. بهذا الموضوع. يسعد صباحك مينا. يسعد صباحك مينا، نورتينا. يسعد صباحكم. طبعا انت والقطعه مالتك منوره الاستوديو. حبيبتي نونكم حياتي. أهلاً وسهلاً. بداية نحن نريد نعرف شنو الجينز، شنو لازم البنية لازم تكون عندها بالخزانة مالتها قطعة، يعني لازم كان قميص ولا بنطلون، مستحيل إحنا البنات ما عندنا أكثر من 5 قطع بناطيل بالخزانة طبعاً. فاليوم احكي لنا أكثر. هي طبعاً الجينز هي قطعة أساسية لكل بنية وكل شاب مو بس بنية. نعم. بغض النظر بأنه يكون بنطلون أو يكون قميص أو يكون جاكيت طويل أو يكون جاكيت قصير، طبعا اهم شيء غير البنطلون هو الجاكيت القصير اللي يسمى بوليرا، لانه احنا اكثر الفساتين نلبسها مرات كات هاي نحتاجها وتحتاجها طبعا. هذا الجاكيت همينه يكون كلش حلو مهم. بالفترات الاخيره قمت اشوف هو همينه هيك عريض ينطي انه كانه البنيه عندها مثلا اكتاف عريضه وعندها خصر يعني خصر صغيروني، وهمينه بدنا نشوف الورود اللي دا يحطوها على الجاكيتات تكون كلش حلوه الواحد يقدر يغير بيها. وهمينه يعني من القطع اللي شفتها انه جايبتها انت مينا القطعه محاطه عليها مثلا بيها خرز وبيها يعني كلش حلوه مغيره بالقطعه حلوة. الواحد يقدر يلبسها مثلا انه كم مره وبعدين يغير لانه الجينز هو صح هو قطعه عمليه بس تقدرين تلبسيها بالمناسبات. أيه. صح هو يكون هو عليه ستراس تلبسين وياه قميص ستان جنطه بها ستراس يكون يعني شيء مرتب بالمناسبه. يعني مو بس انت تلبسيه بالحياه العمليه والشغل، لا يعني له استخدامات هوايه. صحيح. فاني انصح بانه البنات ويا البنطلون لازم عندهم بالخزانه مالتهم الجاكيت القصير. اني هوايه بالبوتيك يجون يسالوني هذا الفستان كات شنو البس فوقه، هذا الجاكيت يلبس ويا كل الفساتين كان تكون ساده مشجره كان يكون رايح مثلا سفره. المحجبه تلبسه كلش عملي هذا الجاكيت حلو. صح. طيب مينا اليوم تشوفين ممكن البنت تنسق البنطلون الجينز ويا الستره والمثل ما مسويه كريستينا وتقدر تروح مثلا للعمل، يعني هل هالشيء يكون حلو؟ اكيد اكيد كلش حلو اذا يكون البنطلون خصر عالي ويكون ستايله ضيقه حطيها نحافه وطول اكثر ويا الستره، يعني هذا الموضه مال 2024 وما يروح الموضه مالته ابدا، يلبس بالعمل والاماكن الغير رسميه. حلو. حلو. طبعا مينا انت جايبه هوايه قطع وكلهم حلوين، احنا حابين نحكي عليهم اكثر وانت يمنى تشرحي لنا مثلا اكو مثلا قصات متلوك مثلا للبنيه الضعيفه او للبنيه القصيره مثلا او للبنيه الطويله مثلا من الموديلات، لانه احنا جايبين هوايه يعني موديلات واشكال والوان حتى نحكي همين. انت ما شاء الله عليك جابت لنا كل شيء. اي والله، وجبت سليبرات، جبت احذيه، جبت جنطه جينز. حلو. حتى طيب خلينا ناخذ اول جينز من يمك ونحكي عليه. هذا الجينز اللي انا داقصته بانه تلبسيه بالمناسبات لانه بيه ستراس ما راح تقدرين تلبسيه
بالاماكن اللي انت تشتغلين بيها اي او رايحه يفضل مكان اكثر لطلعه بالليل يعني وتلبسين العفو ويا هذا مثلا الحذاء اللي همسه راس كلش يرمى. حلو ويا قميص ستان ويا بدي كلش حلو بينه تطلعين تسهمين بيه حتى الالوان الجينز يعني هذا اللي دا نشوفه وياك هو ما ادري مايل شويه على رصاصي مثلا واحد يقدر يحط درجات الجينز سويه كلها اكيد اكيد صح. اكيد, أكيد. تدرج الالوان مهم وانت مثلا ما تقدرين تلبسين مثلا عفو كعب عالي تقدرين تلبسين هذا السليبر هم بيستراس كلش حلو مريحه وهم مريح بالحركه اللي ما يقدرون يلبسون كعب عالي صح. حلو. هذا الجينز هذا يعني انا اعتبر يعني للمناسبات هذا يعني شيء مهم لازم واحد حلو. عنده هذا الموضوع طبعا احلى شيء يعني خلاص لازم انا ستايل كريستي بالموضوع انه هذه النوره شوفوا ايش قد حلوه كلش حلوه يعني شوفي انا كلش احب من انه اغير بالقطع مثلا اذا وحده عندها بنيه قطعه مثلا تنوره بس هذا ما بيها ورد وهي حبت هذا الولد تقدر تسوي الورد وتلزق عليها صح؟ تقدر حتى هذا الستراس تقدرين تشتغليه كأنه تسوين فتحة جانبية وتحطين على الفتحة ستراس طبعا كلش سهل الشغل كل الشغل سهل اي انه بس تخليهم وبالاوتي يعني بالضبط لانه انا مجربة هذا الشيء احنا حشينا على الاجسام هاي التنورة مستحيل تقدر تلبسها البنية السمينة اللي جسمها من الدل يعني ما لازم ضعيفة لازم يعني. تكون نحيفة يطيها اي مثل يعني. كريستينا بس يغاد نحجز لها تذكرة والسفر اه هو دائما كل ما تجيك بين قطعة نقول هاي السفر بالضبط أي كلش صدق سائلها اليوم بدنا نشوف الجنس صار بألوان وأشكال أي. يعني اليوم بدنا نشوف البنفسجي هذا البنفسجي عندك الأوف وايت عندك الرصاصي هذا اللي على خضار اللي صاير شلون هذا اني شوفي الموضه كلها تصير خصر عالي ويصير من فوق لجوا عريض كان البنطلون القماش بس على الجنس الكتان كلش وكلش مريح يعني ناعم يعني هسه كنت اقول صار انه اكو بناطير جينز تكون كلش يعني خشنه ومو ناعمه ومو مريحه لل يعني قاعده او طلعه بيها يعني بس لا. هذا كلش ناعم حتى هسه الموسم صيف لازم تلبسين اشياء فضاضه لازم تلبسين اشياء مريحه بالحركه صحيح والالوان هي هسه يعني دارجه كل طبعًا الالوان طبعا اكو هذا اللون همينه من عنده يعني هو جاي شويه على زيتوني هذا اكو قصاص هسه نشوف القصات البنطلون من جوا كلها هيك قبل كنا نستحي خيطهم وهذا وهذا اللي بيه فتحات يعني هو كل بنطلون شكل كل ديزاين شكل احنا حكينا هسه نقدر هاي الفتحه نقدر نسوي عليها ستراس يطلع موديل حلو للمناسبات يعني تقدرين انت تغيرين هذه احلى شيء انه انت يكون عندك اشياء وتقدرين تغيرين الوان مختلفه يعني البنت بعد ما تتحدد باللون الواحد تقدر تغير من الالوان كلش حلو هسه راح نجي على اكثر قطعه هنا يعني هي حلوه كلش حلوه هاي ويا هالحزام مالته هو جاكيت البنات اكثر اللي اخذوها من عندي سووها فستان تلبسها فستان ويا بوت كلش طبعا مين اخذي بس شويه الحزام لانه هذه الفراشه او غصن الفراشه اللي موجود ما اعرف هي على ورد على كلش حلو كلش والواحد حلو. الحزام يعني البنيه حتى اللي تحب اللي شيء كلش مثلا فضفاض الخصر يبين اهم شيء الخصر يبين هو جاي ويا بنطلونه اوكي بس عادي يعني تكمله مال الديزاين تقدرين تلبسين هذا ويا شورت جينز طبعا مين خليني اشوف المشاهدين على التفاصيل اللي موجوده على البنطلون لانه كلش حلوه وحرامات انه ما تبين يعني هذا يمكن حتى شغل ايد مو هو شغل بالضبط. يعني هاند ميد صح مبين التفاصيل اللي موجوده بيه والتعب عليه ولونين صاير انا انطيك رايي يعني كهاي انت بعد انت قولي كلش حبيته بس هاي الخيطين اللي منا ومنا ما حبيتهم اي هي باي حسيت انه شويه اذواق مختلفه أي صح. اكو ناس تحب اكو ناس ما تحب بالضبط كل انسان وذوقه هو حلو واحد يغيرها يغير يعني مرات حتى اكو اشياء مثلا اشوفها يعني ما احبها بس لما البسها كلش تعجبني صح احسها تتغير يعني اكو ناس مو جريئه ما تقدر تغير هاي قصات جريئه اي صح كلش يعني جريئه واحد لازم يغير اكيد واكو قمصان جينز هذه القطعه نينا اشرحي لنا اكثر يعني شنو هذا والله هاي القطعه يعني تلبس للاعمار اللي 20 و18 كل الجريئين هاي الاعمار يحبون يجي قصات كل هذا حركات جريئه هذا اسمه مام جينز لو كان غير اي مام جينز بس طيب هذا منو يلوك اي اشكال الجسم والله هذا لانه اكو مسافه الخصر مالته فحتى اذا تكونين انت ممتلئه يعني جسمك عادي راح ياخذ مساحته يرهم عليها اي حلو طيب مينا احنا بدنا نشوف هذا الستايل انه هو كاتبين عليه كتابات وهو اصلا مشبوب وهيك تفاصيل انه مال كاجوال شلون نقدر نلبس هذا البنطلون على شيء انه نسويه مناسب اكثر او رسمي اكثر او انيق اكثر مو انه كاجوال
تلبسين وياه كعب عالي، هاي اول أوكي. شغله تلغين بانه هو حذاء رياضي وحركه عمليه او شيء، لا تلبسين كعب عالي، تشيلين جنطه مثلا بيها ستراس، تلبسين وياها بدي ابيض او اسود مفتوح، تحطين اكسسوري راح يصير، لا يصير يعني خلاص يتغير من الكاجوال الى شيء مناسب يعني للمناسبات للطلعه، تروحين بعيد ميلاد، تروحين بقعده عشاء، حلو يطلع حلو. طبعا اليوم صدق انت دلتنا بالستايلات والالوان كلش حلوه، فخلي نقعد حتى نسال اكثر على موضوع الجينز، بما انه دا نشوف هسه حاليا اقبال عليه كلش هوايه من قبل البنات، حتى للجامب سوت دا نشوف كله جينز والفساتين، تنانير تكون عريضه طويله، هسه موديل التنوره اللي هي قصيفه وشاكه من قدام، تكون الشاكه طويله كلش صحيح. هاي دارجه يعني اني من العام واللي حتى هاي السنه هو باقي يعني موديلها، بس قلت لك بالنهايه الجينز هو قطعه مهمه أكيد. مهمه، لازم كل بنيه كل شاب عنده هاي القطعه اكيد. انت بقى شنو انت تتحكمين بلبستها صح أيه. يعني حتى القميص الجينز مرات واحد يقدر يلبسه كتشاكيت، انه يلبس مثلا شيء جوابدي ضيق وعوفه مفتوحه ما يكون كلش حلو طبعا أكيد. يمكن هذه اكثر لبسه الناس يلبسوها للسفرات، انه تكون مريحه وكل هذا الموديل ابد ما يروح ابد، كل سنه هو ثابت هاي هاي اللبسه وهذا الموديل ما يروح صح. طيب مين انت جايبه الالوان الجينز؟ هي كلها فاتحه والوان صيفيه، هم انا اكو جينز باللون الاسود طبعا، تحسيه بالصيف هذا الصيف راح يكون دارج لو هذه الالوان هي دارجه اكثر؟ والله الجينز الاسود والجينز الكحلي والابيض هو ستاندرد، هو الجوكر أي. هو لازم يعني انت من فوق تقدرين تلبسين الالوان، بما انه احنا صيف صح. انا لابسه جينز اسود بس اقدر البس الفوق اورنج او اصفر اي، بس الاساس شنو اسود حلو. حتى شفنا الشواكيت الشاكيت اللي بالشتاء عليه الستراس وعليه صح. اللولو والشغلات كلش حلوه، احنا الشاكيت للاسف الجينز ما نقدر بالصيف نلبسه يعني نبدله بالقمصان الاخف، بس الشاكيت كلش حلو شفنا عليه يخلون حتى ريش يعني صح. الريش احنا متعودين على القماش صح، حتى اني فساتين جينزات مثلا اسود عليه ليلو عليه ستراس صح بالشتاء تلبسي كلش حلو موديلاتها، لا الجينز يعني قطعه ما نقدر نستغني عنها. طيب البنات مين اللي خلينا نقول شنو الاساسي اكثر، انه يكون مثلا عندها جاكيت جينز او قميص جينز او البنطلون لازم يكون، يعني اول قطعه مثلا وحده حابه تروح تشتري شي جينز؟ والله البنطلون هو اساسي، البنطلون اساسي، بس قلت لك اني الجاكيت اني عندي بالبوتيك فساتين كات، يعني البنت تقول لي كلش حلو موديله بس شلبس فوقه أيه. الجينز البوليغ القصيره صح. هذا حل لهاي الفساتين كلها صحيح. اذا كانت محجبه واذا كانت مو محجبه فعلا. اكيد أيه. اكيد اذا تحكي على البناطير انا واحده من الناس عندي تدرجات البناطير الجينز بكل الوانه، لانه احنا البنات قمنا نشوف اكو مثلا فتره هبه الموديل اللي يكون أيه. على رصاصي، فتره على الجينز الطوق الافتح، فالتدرجات كلها عندنا والاشكال لشكال. وحتى دا تشوفين اخر فتره صار القصات همينا كلش، اكثر شيء همينا شفت التشارلوس، تشارلوس ينطيش طول ينطيش ضعف، خصوصا البنت القصيره من تلبس التشارلوس راح ينطيها طول وضعف اكيد، تشارلوس ما تروح موده ما شكرا لك.